بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات إهداء إلى فزعة أخينا خلف نزال القرش الولدعي العنزي، وباسم خلف أكتب هذه الأبيات نداء العنزة، وبما أن الشاعر دهمشي ناديت شيخ من شيوخ الدهامشة من المجلاد وأخصه بالاسم، ولا يهونون باقي شيوخ عنزة، والقصيدة كلها موجهة لعنزة وشيوخها الكرام لفزعة خلف القرش. أقول فيها: وينكم يا عنزة وين، وينكم يا عنزة وين، فكاك الدين المدين خلف القرش نادي، خلف مطلوب ومعسور ودين حاديه وماسور، وانتم يا عنزة الاسور وعنزة الاسنادي، سبعمية ألف ريال مطلوبة منها الرجال، كل حال وكل حال فيها صك وسنادي. وينك يا ورنس المجلاد أنت حاضر في البلاد، وينك يا ورنس المجلاد أنت حاضر في البلاد، شيخنا عليك اعتماد والداعي لك ينادي، شيخنا عليك اعتماد والداعي لك ينادي، والداعي ويناديك يا بي من مدات ايديك، طيبك من جدك وابيك شيخ ومجلادي بادي، طيبك من جدك وابيك شيخ ومجلادي بادي. وين شيوخ وين شيوخ، شوفوا لباسين الجوخ، بفزعة مال منوخ من بالله البلادي، فزعة مال منوخ من بالله البلادي، افزعوا يا الطيبين من كل عنزة الحين، افزعوا يا الطيبين من كل عنزة الحين، ولا دعه وين وين، ولا دعه وين وين، ولا دعه وين وين، خلاف القرش نادي. إهداء الشاعر مهير بن محمد الدهمشي العنزي، الله يفك دينك يا أبو فهد يا خلف القرش، وشكرا.